سمعت أكثر من أخ وزميل قال كل من يقول لك شلون بالله في وقت ما يريد يلعب لرشيد كذاب. لا كل من يقول لك في وقتها والله بالضبط يعني يقول لك ما جيت أنا لرشيد برغبتي كذب. هذا حكي ما ممكن لأنه في وقت انت ما تقدر تقول العدي يعني ولا غيره. لا لا, لا اللي طلعوا وقالوا كل اللي اجوا للرشيد برغبتهم رحم الله. الا اني ما طلب ما حبيت اكون للرشيد لان اول شيء انا كابتن من القوه الجويه.